طبعا يا فندم، احنا علشان خاطر لجنة الصحة من أهم اللجان الموجودة وعليها ضغط لأن بيمس كل المواطنين بكل فئاتهم، احنا طلبنا مقدمين يوم 27/1. بداية يا ريس، احنا هنتكلم على عدد الوحدات الصحية وقلة الأطباء فيها في مبنى الصحة. احنا عندنا طبعا مبنى الصحة يعتبر جنوب الجيزة، بياخدونا من جنوب مركز أطفية وبعد كده محافظة بنزويل. مركز الصفا يا فندم فيه 30 وحدة صحية غير المستشفى المركزي والمستشفى الحكومية. تمام؟ ال 30 وحدة صحية فيهم 18 طبيب بشري. تخيل حضرتك إن احنا لو 18 طبيب بشري دول تشتغلوا بشكل دائم يوميا هيبقى عندنا 12 وحدة صحية مفهومش أطباء. كل قرية أقل قرية موجودة كعدد سكان موجودين فيها بيمثلوا مثلا من أقل من 6000 ل 8000 فرد. ده القرية اللي احنا بنتكلم فيها إن العدد قليل. يعني عندنا قرى ويوصل عدد السكان فيها ل 50-60 ألف نسمة. وبطبيعة الحال على ما بيتم موضوع المناوبات بتاع الأطباء على الوحدات الصحية، القرى اللي فيها 40,000 و50,000 نسمة دي ما بيبقاش فيها أطباء. طيب احنا الدولة كانت بتصرف على المبالغ، يا فندم كانت بتصرف المبالغ الطائلة دي علشان خاطر العنصر البشري. ايه الفايدة ان انا هشطب وحدة صحية او مستشفى على اعلى مستوى العنصر البشري اللي هيشخص الداء ويوصف الدواء للمريض مش موجود؟ ايه الفايدة؟ بدون قيمة. مع العلم ان كل طاقم التمريض وبقيه الاطباء اللي كان علاج طبيعي واسنان متوفرين وموجودين، ولكن احنا عندنا اشكاليه في عدد الاطباء. تمام يا فندم؟ بنتكلم برضو ان احنا ال 18 طبيب بشري موجودين، عندنا عدد الصيادله برضو قليل، عندنا 25 صيدله، علما بان ال 30 وحده صحيه وعندنا 3 معامل موجودين في الاداره الصحيه. معمل الطعوم ومعمل الألبان ومعمل الأدوية. محتاج على الأقل من 6-9 صيادلة. عندنا وفرة بصراحة في العلاج الطبيعي وفي الأسنان، عندنا 50 طبيب أسنان و60 علاج طبيعي. ومحتاجين بعض الدعم في التمريض، لأن احنا عندنا 240 عدد التمريض طاقم التمريض اللي موجود عندنا في 30 وحدة صحية. والإدارة نهيج عن ان عندنا مستشفى المركزي فيها حوالي 680، والصدر فيها 30، والحميات فيها 200. تمام؟ احنا بصراحة بنتواصل دايما حتى قبل ما ربنا يكرمنا ونبقى نواب مع الدكتورة هناء وبعدها الدكتور محمد. الناس ما بتأثرش، ولكن في الحدود المتاحة احنا جايين هنا عشان نعرف الإشكالية فين، جايين نساعد بعض من خلال منظور بتاع العلاقه الرشيده بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. طيب نيجي المستشفى الصف المركزي حاليا اللي هي بتخدم على طريق 21 جوانا الكريمات، وده طريق حيوي جدا وبتخدم اكتر من حوالي 600,000 نسمه. تمام يا فندم؟ وكان في وعود وقت افتتاحها في 2018 كان مع سمعان الوزير الدكتور احمد عماد. تمام يا فندم؟ والوعد تم على الملأ ان مستشفى الصف المركزي هتحول لمستشفى عادي. محتاجين نعرف هو ده كان وعد لزوم الصور والفيديو ولا فعلا هتتحول المستشفى لمستشفى عادي. تمام يا فندم؟ سيارات الاسعاف فيها مضره، وقدمنا طلب واحنا كنا عارفين ان كان في سيارات اسعاف جايه جديده، كان ما تمش صرف منها اي عدد من عربيات الاسعاف الا ساعه كاس العالم للياف، وطلبنا ان الصف تمد علشان احنا شارقين يا فندم اقرب نقطه للطريق مصر اسيوط اللي هو يسمى طريق الجيش، اللي هو في الروايه الاخرى يسمى طريق الموت لبصره الحوادث عليه. ومستشفى الصف يمكن الدكتوره هناء والدكتور محمد يعرفوا كويس قوي ان مستشفى الصف بيستقبل الحالات دي، وعندنا مشاكل في عدد عربيات الاسعاف. تمام يا فندم؟ أنا محتاج علشان خاطر أنا أعرف إن في ضربات خطر تانية كتير،
ووقت حضراتكم، احنا محتاجين الراجل التاني، وعلشان خاطر احنا عايزين المشكله عندنا في مديريه الصحه وشكل كده، لان الناس متعاونه معانا ولا في الوزاره ولا ايه الموضوع. وخاصه ان احنا كان من سنه فاتت يا فندم كان بيحصل الصرف والعطفيه كمنطقه نائيه. ايه بقى ميزه المنطقه النائيه وحضرتك استاذنا وفاهم، ولكن للعلم يعني ان المساعد الاخصائي علشان يبقى اخصائي لازم ياخد 6 شهور كتكليف رسمي في منطقه نائيه. كان محصول الصرف والعطفيه لحد السنه اللي فاتت منطقه نائيه. ايه الاشكاليه؟ مش فاهم. احنا عايزين نعرف اهالي الصف والعطفيه في ظل القياده السياسيه الحكيمه اللي الناس من هنا من منبر لجنه الصحه بيت الشعب في مجلس النواب المصري بتقدم خالص التحيه والتقدير لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظرته لمركزات الصف والعطفيه، وان هم من طلائع المراكز اللي تم اختيارهم في مبادره حياه كريمه. ففي ظل الكلام ده يا فندم احنا بيتهيألي اللي بيطلب ده احنا ما عندناش مستحيل.